أستاذ مالك، اتساقا مع ما ذكرته، اتفاقا مع حديثك، ما حدث في عفرين وما فعلته القوات التركية في عفرين هو خير دليل على أو يمكن أن نستنتج ما سوف تفعله القوات التركية في ما يقال أنها منطقة آمنة. ما فعلته في عفرين وما فعلته في إدلب. وفي يعني إدلب إدلب خلقت أكبر منطقة إرهابية في العالم. أضف إلى ذلك تتريك هذه المنطقة، التغير الديموغرافي في هذه المنطقة، هناك مدارس تركية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتح على ما أتذكر 3 أفرع لجامعات تركية في الشمال السوري، هناك محاولة لتغيير ديموغرافي، محاولة لتتريك هذه المنطقة، وهذا فقط اتساقا مع ما تذكر، ليس بعيدا عن ما تفعله تركيا في سوريا، ما فعلته ولا زالت تفعله في الشمال العراقي ايضا في مناطق الاكراد في العراق واحتلال ليبيا عشيقه والافعال التي احنا امام خطه تركيه متدرجه، لا يصح الوقوف فقط على تفصيله صغيره منها. هذه خطه يجب رؤيتها في بعدها الاشمل، في بعدها الكلي، اننا امام خطه مرحليه، هذه مرحله ضمن خطه اكبر من ذلك، وبالتالي يجب الوعي بتلك الخطه الكبيره. اللي هقول لك اكثر من كده، في بدايات الحرب السورية، مش هقول لك في المرحلة الأخيرة، من أشداف أن هذا المخطط التركي مخطط متواصل ومستدين، كانت قامت تركيا باستغلال عدد من اللاجئين السوريين اللي وصلوا إلى جنوب تركيا لإنشاء شركات داخل تركيا وهم سوريين، تقوم بإقامة علاقات وإقامة مشاريع في مناطق الشمال السوري. في لحظة من اللحظات كان حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين شمال سوريا وتركيا أكبر منها من حجم التبادل التجاري بين الأقاليم السورية بعضها البعض. يعني علاقة شمال سوريا اقتصاديا منذ لحظة مبكرة في عام 2012 أو 2013 من الحرب السورية بتركيا هي أقوى منها بدمشق. وبالتالي إحنا قدام مخطط بيتم رسمه بكل عناصره الهيكلية، ارتباطات اقتصادية، ارتباطات ديموغرافية وهوية، زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة أن هناك تعليم وتدريس اللغة التركية حتى في هذه المناطق، التبادل التجاري بالليرة التركية في هذه المناطق. وبالتالي أنا ما أخشاه في لحظة من اللحظات أن نحاول أن نشهد كما تقوم إسرائيل في بعض المناطق اللي احتلتها في الأراضي 67 بعمليات ضم وإلحاق، وهذه ستكون خطوة قاسمة بالنسبة للدولة السورية، وبالتالي لا يجب الارتكان إلى أي وعود دولية أو زخم دولي إعلامي في مواجهة هذا العدوان التركي. هذه عملية تحتاج تدخلا حقيقيا وموقفا صارما لوقف هذه العملية مبكرا.